وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهى له الصديق رحيق التصديق وسقاه. وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فجهر بدعاء الخلق إلى الله، ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأذاه، واشتد على المسلمين البلاء، فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمه أبو طالب، فهابه كل من القوم وتحاما، وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى. ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة، وعظمت بموته الرزية، وتلته خديجة بعد 3 أيام، وشد البلاء على المسلمين عراه. وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية، وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراءة، وأغروا به السفهاء والعبيد، فسبوه بألسنة بذية، ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه. ثم عاد إلى مكة حزينا، فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية، فقال: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلا، ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال سبا، ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلى، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار نمرود وعافاه، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية، ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضى، ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان أغواه. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.